كابتن محمد العياري الى بناء الهجمه والفكره في الهدف، ولاحظ التعاون قاعد يلعب لعب عمودي، المقصود في العمودي مش مباشر، للامام، تمريره تمرتين الثالثه للامام. الحل كان في فتحي وسميحان او العمري، معطينهم خيارات للامام اكيد بطبيعه الحال. اللاعبين كي يتحركوا، خاصه اللاعبين اللي كنت سميت تطرقت لهم، لاعبين تكتيكيا مفيدين جدا في الميدان، يعطيو حلول، ديما يعطيو الحلول هجوميه، هذاك علاش يطلب العمق باش يربح اكثر مساحات ويخلق اللي كنا نحكيو فيه بالنسبه لموريسيو وريناتو، هو عدم التمركز بالكيفيه اللازمه ويعملوا اخطاء. نشوفوا لهنا ديما الكره اذا كانت في الامام باش تخليك توصل في اسرع وقت للمناطق الخلفيه نتاع الفريق المنافس، وهذا هو خاصه عن طريق مصطفى فتحي. اليوم قدم مباراه الحقيقه للامانه ممتازه، هو حسن العمري اللي نعرفوهم بالجوده العاليه على المستوى المهارات الفرديه، شوف المراوغه الممتازه والكروس اللي جات بخارج الرجل تدرس الحقيقه للامانه، ملاعبي موهوب اعطى نزعه هجوميه كبيره برشا. شوف لهنا بعد 11 لمسه تقريبا جاء الهدف نتاع نادي التعاون. للامانه اليوم تفضل يا كابتن. الامانه اليوم التعاون عرف كيفاش يستغل التهور نتاع الخروج نتاع الملاعبين نتاع الباطن، وخاصه انه غير الرسم التكتيكي اليوم، هو باش يحب ياخذ الاطراف نتاع نادي التعاون اللي هي نقطه ضعف نتاعو، لكن التمركز الدفاعي المتواجد للتعاون والتحول الهجومي خلق مساحات، وخاصة عن طريق مصطفى فتحي وحسن العمري بالتحولات الهجومية نتاعهم وجود توامبا. هذا مش مصطفى فتحي، هذا مصطفى صلاح. صراحة كنا شاهد محمد صلاح، مصطفى صلاح على الأداء كان نسخة عربية أو نسخة في نسخة الدوري السعودي من محمد صلاح.